عزيز وطني من رجالات المغرب الذي اختطفته منا هذا اليوم كورونا اللعينة، ألا وهو الأخ والصديق محمد الوفا. إخواني أخواتي مغاربة العالم أينما كنتم، كما تعرفون فأوروبا الآن في هذا اليوم بدأت بالتلقيح ضد وباء أو جائحة كورونا، فعليكم بالاستجابة وتقوموا بالتلقيح وما تسمعوش ديك الأخبار الزائفة وديك الفيديوهات المنتشرة التي تنشر إلا الأكاذيب إلا الإشاعات حول اللقاح. فاللقاح ضروري، ما خصناش نبقاو نتلاعبوا بالحياة ديالنا. وكما تتعرفوا فالمستشفيات في أوروبا وخاصة غرف إنعاش ملأى بالمغاربة. لماذا؟ لأن عدم التوعية والجهل يجعل أن هذا الوباء ينتشر بين الأسر المغربية، وشكون اللي يمشي ضحية؟ يمشي ضحية إلا الأمراض المزمنة، الآباء والأمهات. وتنعرف كاين اللي يفقد الأم والأب ديالو مرة واحدة. لهذا فنصيحتي لكل مغاربة العالم أينما كانوا، يقوموا بالتلقيح، يقوموا بالتوعية ديال كل مغربي كل مغربية، وخاصة كذلك المسنين والمسنات والأمراض بأمراض مزمنة، أنهم يبادروا إلى التلقيح. إذا بغينا كاملين أننا صيف 2021 نحتفل مع الأسر ديالنا مع العائلات ديالنا في المغرب كذلك في دول أخرى، فضروري أنكم تلقحوا وما تبقاوش تتبعوا ديك فيديوهات التشكيك، لأن هادوك باغيين غير أكبر عدد من اللايكات باش يدخلوا الفلوس على حسابهم. فاللقاح ضروري، وما خبراء العالم اللي أنهم عطاو الضوء الأخضر باش يكون هذا التلقاح باش يتستعمل، ما غيمكنش باش أنهم يجعلوا الحياة ديال الناس في الخطر. فلنستجب جميعا للنداءات ديال الوزارات المختصة ديال الصحة في البلدان ديال الإقامة ديالنا باش نلقحوا راسنا ونديروا الإجراءات الاحترازية في انتظار التلقيح. فإذا كنتوا تتبعوا الأخبار فراه يوميا الناس تتموت من جراء هذا الوباء. فنتمنى أن نقتصد أرواح مجموعة كبيرة ديال المواطنين والمواطنات، إذن جميعا من أجل التلقيح ضد جائحة كورونا.